أعود إليك أو أبدأ بك كريم، أبدأ بك كريم ابتداء. كريم، واشنطن فيما يتعلق بحديث الرئيس الأمريكي وجولته الحالية بشأن محاولة الضغط أو الترتيب لدول الناتو في هذا الاجتماع، ثم مجموعة السبع الصناعية الكبرى في ترتيب ما قد يخرج يوم الخميس من قرارات، ماذا يبغي، ماذا يريد شكل هذه القرارات، وهل بالفعل الأوروبيون منقسمون في هذا التوقيت حول القرارات؟ بالتأكيد الولايات المتحدة والدول الأوروبية ستفرض عقوبات على مئات الشخصيات الروسية الأعضاء في مجلس الدوما الروسي، وسيتم مناقشة الموقف الصيني من تلك الأزمة الروسية الأوكرانية والمباحثات التي جرت بين الرئيسين بايدن وتشي جي بينغ. وبالتأكيد أعتقد بشكل كبير بأن الولايات المتحدة نقشت أو تم مناقشة اليوم زيادة وارداتها النفطية وتحديدا الغاز إلى الدول الأوروبية على مدار الأسابيع القادمة، ربما محاولة لتعويض يعني النفط الروسي، إذ ما قررت الدول الأوروبية أو مساعدة الدول الأوروبية على اتخاذ قرار بقطع الواردات من النفط الروسي. بالتأكيد يعني الواردات الأمريكية لن تكون مثل حجم الواردات الروسية، وبالتأكيد يعني روسيا تعول على استمرار الواردات الأوروبية منها من النفط والغاز والفحم. ويعني بشكل كبير القرار الذي اتخذ اليوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن عمليات بيع الغاز والنفط للدول الأوروبية ستجرى بالعملة المحلية الروبل، وبالتأكيد قرار سيؤثر على الدولار الأمريكي. كريم، ربما الوقت ضاغط هنا معنا، اسمح لي سأعود إليك.